السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة أستاذ دكتور علا عادل علي، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة دمياط. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نكمل محاضراتنا في التطور الاقتصادي. نتكلم النهاردة عن أوروبا في العصور الوسطى. العصور الوسطى بدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية اللي يمكن بصمتها وكانت واضحة جدا على الحياة الاقتصادية في أوروبا، حيث احتفظت بعديد من السمات والصفات. ومنها أول حاجة كانت من سمات الإمبراطورية الرومانية تفتت هذه الإمبراطورية إلى ممالك صغيرة، كل مملكة ليها أمير أو نبيل أو إقطاعي. هنا بدأ صغار المزارعين يتنازلوا عن أراضيهم لهؤلاء النبلاء، إما لأنهم عايزين يتخلصوا من الأعباء الثقيلة للضرائب، أو إنهم بيطلبوا حماية من غارات الأعداء مع استمرار انتفاعهم بجزء من عائد الأرض. الناس اللي كانت بتتخلص من الأعباء الثقيلة للضرائب كانوا بنسميهم أو بيسموهم قن، واللي كانوا بيطلبوا الحماية من غارات الأعداء بس مع استمرار انتفاعهم بجزء من عائد الأرض كانوا بيسموهم فلاح حر. يبقى عندي قن وعندي فلاح حر. اتكونت بكده قاعدة واسعة من العبيد، وعاش الفلاح مرتبط بالأرض في علاقة بين سيد وعبد. انعدمت قدرتهم على اتخاذ القرار، وبالتالي ضعف الحافز على ان هم الحافز لديهم على تنويع الانتاج. من ضمن السمات ايضا هي سيطرة الاقتصادية بالتحديد للكنيسة على الافراد. طبعا السيطرة الدينية دي حاجة احنا ملناش دعوة بيها، انما كانت هناك سيطرة اقتصادية للكنيسة على افراد الشعب. الكنيسة في ذلك الوقت كانت اكبر ملاك الاراضي الزراعية في اوروبا، فده كان بيجي عن طرق مختلفة، العشور، الأوقاف، السخرة، الهبات، كل ده كان بيدلهم قوة اقتصادية، فكانوا أكبر ملاك الأراضي الزراعية في أوروبا في ذلك الوقت. بالتالي كان بوسع الكنيسة وأفراد الكنيسة إنهم يحرموا أفراد الشعب من أنهم يسعوا لزيادة ثرواتهم وتحسين أحوالهم، ممنوع لأن ده حرام في وجهة نظرهم، أو بيقولوا لهم إن السعي كل واحد يسعى كده عشان يحسن أحواله أو يزود ثروته فده من الناحية الدينية حرام، وبالتالي كانوا بيسيطروا على فكرهم الاقتصادي. من ضمن السمات أيضا في ذلك الوقت هي عزلة أوروبا عن العالم على إثر الغارات الجرمانية والفتوحات الإسلامية. من هنا بدأت الأسواق التجارية تقل، وكانت نتيجة كل ده إن الأرض هي أصبحت أهم عناصر الثروة، وأصبح النظام السائد في المجتمع هو النظام الإقطاعي أو ما يعرف بنظام الضيعة. هذه الضيعة أو الإقطاعية بيعيش فيها الأغنياء على فائض الإنتاج اللي بيحققه الفقراء. كان نظام الضيعة أو الإقطاعية أنسب الوسائل لتنظيم معيشة الأوروبيين اقتصاديا. إزاي؟ كان النشاط الزراعي بتعامل فيه جميع الأراضي على أنها وحدة واحدة غير مجزأة. معنى كده إن العملية الزراعية دي عملية تعاونية بين كل فلاحين الضيعة، وهنا كان الاعتماد الكامل على الاكتفاء الذاتي، ماليش علاقة بالخارج، وإنما دايما أنا بنتج لجل الاكتفاء الذاتي، فالإنتاج لسد احتياجات أهل الإقطاعية أو الضيعة مش للتصدير. ده معناه على طول ان الاقتصاد ده يتميز بانه اقتصاد ايه؟ مغلق، مش منفتح ولا مفتوح على العالم الخارجي. وعن النشاط الصناعي، يعني اتكلمنا عن النشاط الزراعي وفهمنا النشاط الصناعي ساعدت الضيعه على ظهور الحرف المختلفه واللي اتسمت بانها يدويه، بيقوم من خلالها الفلاح هو اللي بيبني مسكنه بنفسه، هو اللي بيصنع اساسه وادوات زراعته.
هذا النشاط الصناعي لم يعتمد على مبدأ التخصص وتقسيم العمل. أيضاً لم يكن الإنتاج للسوق بمعناه الواسع، يعني ما كانوش بينتجوا للسوق، ما بينتجوش لمستهلك مش معروف. ليه؟ لأن هو ما عندوش استعداد إنه يخسر رأس ماله. لازم يتم الإنتاج بناء عن طلب مسبق من المستهلك وفي حدود سوق المدينة والقرى المجاورة. ده ليه؟ زي ما قلنا إن الحرفي ما يستطيعش أن يغامر برأس ماله. إذن هنا لم تنفصل مهنة الصناعة عن مهنة التجارة، فصاحب الحرفة هو من يبيع منتجاته بنفسه، فهو الصانع والتاجر في نفس الوقت. يبقى هنا اتكلمنا عن النشاط الزراعي واتكلمنا عن النشاط الصناعي في ذلك. اتطور الأمر فنشأت المدن وانتقل الإقطاعيون إليها. بدأ الناس الإقطاعيين والأمراء والنبلاء لما أنشأت المدن بدأوا ينتقلوا إلى هذه المدن، واختلفت أذواقهم، وظهرت طبقة من الصناع المهرة عشان يشبعوا رغبات هؤلاء النبلاء والأمراء. صاحب نمو النشاط الحرفي انتظام أصحاب الحرف في نقابات اسمها سموها النقابات الطائفية. هذا النشاط الحرفي وهذه النقابات الطائفية انتظموا فيها لعدة أسباب. أول سبب إن الهيئات الحاكمة نفسها هي اللي شجعت على تكوين هذه النقابات. ليه؟ عشان تيسر الإشراف عليها وتجمع الضرائب على الحرف المختلفة، يعني يكونوا تحت إيديهم. أيضاً مساعدة المشتركين في النقابة وأسرهم، لأن كانت النقابات بتقوم بوظيفة اجتماعية كبيرة جداً من خلال إن هي كانت بترعى المرضى من أعضاء هذه النقابة، بتمول العاطلين منهم بسبب مرض أو حوادث. من الأسباب الأخرى لظهور النقابات الطائفية هي خدمة المصالح الخاصة لأصحاب الحرفة الواحدة. طب علشان يخدموا مصالح الناس دول عملوا إيه؟ قاموا بإيه؟ أول حاجة حددوا حجم الإنتاج عند مستوى معين. طب ليه أحدد حجم الإنتاج عند مستوى معين؟ ليه يعملوا حاجة زي كده؟ قال لك لأن لو زاد الإنتاج في المدينة عن المقدرة الاستهلاكية، يعني عن الطلب، يعني العرض يزيد عن الطلب، إيه اللي هيتكون؟ فائض عرض. فائض عرض يعني السلع مرطرطة في السوق ومش لاقية اللي يشتريها، ده على طول بيدفع السعر، وإحنا دارسين الكلام ده إنه هيدفع السعر للانخفاض. كون الأسعار تنخفض معنى كده إن دي دخول لأفراد أعضاء النقابة، يبقى هيهدد ده انخفاض مستوى دخول الأعضاء. طيب عشان يحجموا حجم الإنتاج عند مستوى معين عملوا إيه؟ حددوا عدد العمال اللي ممكن أي واحد يستعين بيهم، في اللي هو أي عضو من أعضاء النقابة إنه يستعين بعدد عمال معين. أيضاً حددوا ما يعرف بالسعر العادل. إيه هو السعر العادل ده؟ قال لك السعر اللي يحقق لي أرباح كصاحب حرفة، ومن خلالها أقدر أقضي مطالب معيشتي، وفي نفس الوقت هذا السعر لا يكون مرهق للمستهلكين. طيب السعر العادل ده لا يجوز لصاحب الحرفة إنه يخفض سعر سلعته عنه، يبقى حطوا لهم حد كده ما يقدروش إن هم يغيروا سعر السلعة عنه. إيه السبب؟ قال علشان ما يضطرش أصحاب الحرف الآخرين في النقابة إن هم يحدثوا تخفيضات مماثلة عشان يبيعوا سلعهم، وده أكيد هيلحق الضرر البالغ بالمصالح المادية لأعضاء النقابة كلهم. من هنا نقدر نقول من خلال إن إحنا عرفنا إن اللي كان بيتحدد ده سعر عادل، إن المحرك الأساسي للنظام الحرفي في ذلك الوقت لم يكن هو الربح. طيب عملوا إيه كمان؟ كانوا ما بيقبلوش أعضاء جدد إلا بعد وصولهم لمستوى رفيع من الصناعة، يعني مستوى عالي جدا من الحرفية. ده عشان يطوروا مستوى المهنة فنيا،
فكانت النقابة بتضم نخبة ممتازة من الصناع المهرة، مش أي صناع، لا ده الصانع الماهر هو اللي يجيني. وكانت النقابات دي بتقوم بحملات تفتيشية على أصحاب الحرف عشان يتأكدوا من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات. عملوا إيه كمان؟ منعوا أصحاب رؤوس الأموال اللي كانوا بيهربوا من الريف نتيجة الضغط عليهم خلاص واضطهادهم، كانوا بيهربوا من الريف للمدن فيحاولوا يزاولوا الحرفة داخل المدن، يقوموا يمنعوهم من مزاولة الحرفة داخل المدن. ليه؟ قال لك لحماية المشتركين في النقابات الطائفية من منافسة هؤلاء النازحين اللي من الريف إلى المدينة. طبعا حد يقول بكل اللي عملوه في النقابات الطائفية ده على طول يشجع قطاع الصناعة. قال لك على الرغم من أن وجود هذه النقابات كان من الممكن أنه فعلا يلعب دور كبير في تشجيع قطاع الصناعة، إلا أن الواقع لم يثبت ذلك. اللي حدث أن هذه النقابات أصبحت عقبة في سبيل النمو الصناعي، وقل جدا واضمحل دور النقابات الطائفية في تشجيع الصناعة. إيه أسباب الكلام ده؟ قال لك هنجيبها من الكلام اللي حدث قبل كده. لما حددوا عدد الآلات والعمال اللي يمكن لأي صاحب حرفة استخدامهم أدى إلى إيه؟ أدى إلى تحديد حجم الإنتاج وتقليص الصناعة. لما منعوا أهل الريف النازحين من مزاولة الحرف في المدن، الله ده أهل الريف اللي هم كانوا مين؟ قال لك اللي كانوا أصحاب رؤوس أموال، معنى كده إنهم حرموا الصناعة من دعمتها الأساسية وهي رؤوس الأموال. طب هم إحنا اتفقنا قالوا إيه كمان؟ وقفوا أمام الابتكار في الوسائل الصناعية، وده بحجة تقليل المنافسة بين أعضاء النقابة الواحدة من خلال تجانس السلع. كانوا يقول لك كله يعمل سلع شبه بعضها عشان مفيش حد أحسن من حد، مفيش حد يحط سعر خلاف السعر. معنى كده انهم حافظوا على مستوى الصناعة التقليدي. ايضا اتفقنا انهم حطوا السعر العادل، يعني مراعاة قاعدة العدالة سواء في السعر او انهم حتى قسموا السوق اللي هو اللازم لتصريف المنتجات، قسموه بالتساوي بين اعضاء النقابة. ليه؟ قال لك بحجة ان عشان امنع ان حد يكون ثري او يغتني على حساب حد تاني، اللي هي منع إثراء أحدهم على حساب الآخرين. كل ده أدى إلى قتل روح الطموح اللي بيؤدي للتقدم. أيضا لو بصينا نلاقي تشدد النقابة في وضع شروط العضوية وفرضها رسوم عالية للانضمام إليها، كانوا بيحطوا عليهم رسوم عالية جدا. طبعا ده أدى إلى جعل النقابة احتكار مش منافسة ولا حاجة، أصبح احتكار بتسيطر عليه القلة. دب الفساد لأن بقى فيها رشوة، أنا برشي علشان أنضم ليهم، فدب الفساد في النقابات وأغلق الباب أمام العمال الممتازين. ليه؟ لأن هم فقراء ومش قادرين يدفعوا الاشتراك، فما بقتش أضم للنقابات الناس الممتازة الحرفية الممتازة، لا ده أنا بضم لهم الناس اللي معاهم فلوس وبس، اللي هم الفاسدين. طيب في النهاية انهار عهد الإقطاع. طيب ما هي أسباب انهيار عهد الإقطاع؟ قال لك من الأسس اللي أقيمت عليها عهد الإقطاع، لما تنهار هذه الأسس لابد أن ينهار العهد بأكمله. يبقى انهار عهد الإقطاع كنتيجة مباشرة لانهيار الأسس اللي انبنى عليها. طيب هو إيه الأساس وانهار إزاي؟ اتفقنا إن أحد أسس قيام عهد الإقطاع هو تفكك الإمبراطورية الرومانية وتقسيمها لممالك صغيرة منفصلة عن الحكومة المركزية، وكل مملكة كان بيرأسها أمير إقطاعية أو نبيل. طيب ده كان الأساس، ماذا حدث؟ هذا الأساس انهار. انهار إزاي؟ وقت ما ظهرت مفهوم الدولة الموحدة تحت سلطة الحاكم الواحد اللي قام في سبيل توحيد الدولة اقتصاديا بإيه؟ وحد القوانين اللي بتحكم المعاملات التجارية والصناعية، قضى على الحواجز الجمركية الداخلية فانتعشت التجارة الداخلية،
اهتموا بالصناعات القائمة وأدخلوا الجديد عليها حتى يقل الاعتماد على الدول الأجنبية، وبالتالي زادت مقدرتها الإنتاجية على مواجهة أعدائها من الدول الأوروبية الأخرى. هناك أساس آخر، وهو سيطرة الكنيسة على الأفراد بسلطتها الدينية وباعتبارها أكبر ملاك الأراضي الزراعية وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروبا. هذا الأساس إيه كان سبب انهياره؟ قال لك سبب انهياره ظهور حركات التحرر اللي كان هدفها الرئيسي أنها تصلح من وضع الكنيسة وسلطتها كأكبر إقطاعي. من هنا قام بعض الملوك بأنهم استولوا على أملاك الكنيسة وأعادوا توزيع هذه الأملاك على أفراد الشعب اللي كان منهم ملاك طموحين جدا، بدأوا في استثمار هذه الأملاك، وأدى بذلك إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع مستوى معيشة الأفراد. وبرغم أن هذه الحركات التحررية كانت بتهدف للإصلاح الديني، إلا أنها أثرت على الأفكار الاقتصادية في أوروبا. إزاي؟ برغم أنها كان أساسها إصلاح ديني، إنما كان لها أثرها على الفكر الاقتصادي في أوروبا. نشوف كده إزاي حضت وحثت الأفكار الدينية الجديدة على أهمية العمل والمشاركة في الإنتاج بكافة قطاعاته. ليه؟ لأن هذا العمل هو وسيلة للكسب. أصبح هنا لدى الأفراد حافز على العمل وزيادة ثروتهم. أباح بعض المصلحون الدينيون، بعض المصلحين الدينيين أمثال كلفن، سعر الفايدة عند توظيف الأموال في الأعمال التجارية باعتباره مشاركة في الربح مش ربا محرم. بدأوا يبصوا لها إن سعر الفايدة ده مش ربا وإنما هو مشاركة في الربح. لكن هم حرموا سعر الفايدة في حالة إيه؟ في حالة الاقتراض لسد نفقات المعيشة، لأن قال لك ده الناس دول بيبقوا مضطرين، وإنت لو فرضت عليهم سعر فايدة يبقى ده الربا بعينه. إنما لو بتوظف أموالك فهي ليست ربا وإنما مشاركة في الربح. في حالة الاقتراض من هنا اتسع النظام الائتماني من أجل الاستثمار. صاحب كل اللي احنا قلناه ده تطور خدمات المصرفية، وده شجع الأفراد على الادخار حيث ما يمنح الصيارفة فوائد في مقابل، يعني سعر فايدة في مقابل حيازتهم للأموال المدخرة اللي كانوا بيوظفوها ويستخدموها في الاستثمار. هناك أساس آخر كانت أقيمت عليه نظام الضيعة أو الإقطاعية، هو ما عاشته أوروبا في ذلك الوقت من عزلة عن العالم. سبب انهيار هذا الأساس ازدهار التجارة نتيجة اتصال أوروبا بالشرق الإسلامي المتقدم من خلال الحروب الصليبية وتزايد معاملات التجار مع العالم الخارجي. أيضا اكتشاف طرق مواصلات بحرية جديدة زي رأس الرجاء الصالح، واللي فتح منافذ جديدة للتعامل والتبادل التجاري بين أوروبا والشرق. اكتشاف العالم الجديد اللي هو الأمريكتين والغني بالمعادن النفيسة اللي هنتكلم عليها في محاضرات بعد كده، واللي تدفقت إلى أوروبا مما ساعد على تقوية نفوذ طبقة التجار. ظهرت المدن، وكان من نتائج هذا الظهور أن السيد أو النبيل انتقل لها ورحب بتأجير أرضه للفلاحين، فأصبحت العلاقة بين مالك ومستأجر مش ما بين سيد وعبد. من هنا زاد إنتاج الفلاحين وزاد الفائض، وشجع ده قيام تبادل تجاري لأن بقى فيه فائض زيادة. أيضا ظهور النقود جعل الفلاح يتخلص من جميع الالتزامات اللي ألصقته بالأرض، لأنه كان قبل كده لابد يشتغل ويدي جزء من المحصول للنبيل وليس نقود. أصبح يستبدل بها كثير من التزاماته العينية اللي هي النقود قبل السيد اللي رحب بأخذ الإيجار النقدي للصرف على ملذاته في المدن. كل ده ساعد على نشأة طبقة جديدة اسمها طبقة التجار، قوية نفوذهم واعتبار النشاط التجاري أحد الأنشطة الرئيسية في المجتمع
بعد ما كان ينظر له على أنه مهنة عقيمة. كل ده نلاقيه أنه ساعد في القضاء على فكرة الإقطاع وعلى فكرة أن القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد المنتج، وساعد أيضا على تقوية نفوذ طبقة التجار على حساب الدور اللي بيلعبه الإقطاعي، وبالتالي ظهرت حاجة اسمها الرأسمالية التجارية. بكده يا جماعة نكون انتهينا الحمد لله رب العالمين من هذه المحاضرة، وشكرا ليكم لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.